يعني أول حاجة يعني اللي كان نستغربوا بها هي غياب الرئيس للمرة الثالثة على التوالي، ثلاث دورات متتالية كيغيب الرئيس على الدورات، وهذا ما شكل احتقان في يعني في المدينة، وأصبحت المدينة عند تخبط في عدة مشاكل. أولا المشاكل المتعلقة بالشأن المحلي ديال الساكنة، وبعد الوثائق اللي خاصها توقع، كذلك التقني المتغطرس الذي جاء لهذه المدينة بالمشاكل، يعني أصبح هو المهندس المزور والمهندس المشاريع الشخصية لبعض المقاولات، وجعل هذا يعني المدينة البلدية كتعيش عدة مشاكل، منها يعني انفراده بتسيير جميع دواليب البلدية، هو الرئيس في منأى عن بعد بعيد عن أسوار البلدية. لهذا احنا كقطب المعارضة يعني كنستنكروا عدم يعني استجابة الرئيس لمتطلباتنا اليومية ديال الساكنة وديال المدينة، وما تعيشوا المدينة من الفوضى في السير والجولان والبيع المتجولين والعربات المجرورة والفوضى العارمة اللي اليوم كتصبح تبع المدينة. هذا سببه مكتب مشلول ورئيس لا يهمه إلا العقار والسميت. وكنا من هذه المباراة نطالب من السلطات ماشي إقليمية، الجهوية ووزارة الداخلية، إفاد لجان تفتيش للفحص المصلحة التقنية والمصلحة المالية، لأن اليوم لا يعقل أن بلدية برجيد كتعرف عجز ديال 2 مليار ديال عدم استخلاص باقي استخلاصه، وإحنا فين غنمشيو اليوم من 2 مليار؟ هذه البلدية كانت من دخلنا كانت يلا كانت 300 مليون اليوم ولات 2 مليار، يعني تهاون المجلس في استخلاص يعني باقي استخلاصه. ومن هون من هذا المنبر إحنا كندو بالتسيير العشوائي لرئيس البلدية اللي أربح البرلمان وهرب ولا كيسير البلدية من شاطره، هذا منكر. معرف المدينة في عهد الدكتور إبراهيم لم تعرف هذا التسيب اللي كنعرفوا البلدية اليوم من خلال عدم تواجد الموظفين في مقرات العمل ديالهم، المازوت كي المواطنين ما يحصلوش على المازوت على البونات ديال المازوت، تصير اسعاف والموظف كياخذوا البونات ديال المازوت يديروا في طوموبيلاتهم. وهنا كيبان ان المجلس هذا السنه هذه الولايه الثانيه يعني مجلس مشلول يسيره بعض شنو نقول لك اللوبي اليوم اللي ولا هو كيسير البلديه، وطردونا احنا كاعضاء ديال المعارضه باش ما نعرفوش ما يقع في المدينه. وحنا اليوم في هذه الدوره لم يكتب لها الاكتمال نظرا لغياب الرئيس وللتسيير العشوائي للمجلس. احنا كنطالبوا بافاده لجان من وزاره الداخليه ماشي من اقليم العمل الجديد، لانه جاوا لجان وانا عندي واحد المحضر بشكايه تقدمنا بها للعمالات الاقليم الجديده بخصوص محول كهربائي اللي دار في ناحية النضال، فاذا بهم كيعطونا جواب فيه نوع من الاستهزاء، وهو راه نفس يعني ولا جيت طلعتي على تصميم تهيئه ولا نوت اللي صيفطوا لنا، هذاك المحول الكهربائي ما عندوش حق يكون تم لان الطريق فيها 25 متر، فكيف يعقل ان احنا درنا الشكايه واللجنه اللي جات من العماله كتزكي هذاك المحول الكهربائي؟ هنا كاين تناقض، كاين تواطؤ بعض المسؤولين مع رئيس البلديه. لهذا كنطالبوا وزاره الداخليه افاد لجان التعمير ولجان لافتحاص ماليه بلديه برجيد، لان هذا يعني اصبح يعني كيشكل واحد الخطر على مدينه اللي اليوم كانت غاده في واحد النمو، اليوم رجعت مدينه قرويه، مدينه يعني كنقولوا اصبحت مدينه عشوائيه ولات فوضى فيها تسيب وما ادراك. ولهذا انا بعدا كنستنكر كواحد من ابناء المدينه وغيورين ومنتخب بطريقه ديمقراطيه، نجحت الحمد لله بلا فلوس بلا والو، لهذا انا حبي لبرجديد كيدعيني يدعي من القلب الخالص، لانه كاين خلل في تسيير مدينه برجديد.
وكنطالب بالغيورين وبالمجتمع المدني اللي عنده الغير على البلاد، ماشي المجتمع المدني ولا كيتسير من طرف بعض الناس وكيجيو اليوم يقولك حنا مجتمع مدني. كنطالب من الاخوان اللي هم فيهم الغيره والجمعيات اللي فيهم الغيره والمواطنين اللي فيهم حب هذه البلاد بدون انتماء سياسي انهم يتضافروا ويجيو يوقفوا ضد الظلم وضد الفساد، ماشي ضد مع مال الفلوس ومع مال الظلم، ونصوروا ونصوتوا ونديروا الاشارات للكذوب. العضو اللي ماشي في المستوى لا في المعارضه ولا في الاغلبيه خاصو يتفضح. انا كنقولها من هذا المنبر، ماشي عضو قد تطبلوا ليه تخافوا منه وعضو كتغوت ديروا ليه لا الفيديو. العضو اللي ماشي في المستوى يكون في الاغلبيه ولا المعارضه خاصو يتفضح، لان هذا السير والتقليد علينا. الحمد لله انا كنقولها بكل صدق، ملي نشوف راسي ما عنديش الجرأه وما عنديش الشجاعه نواجه واحد اللوبي غير قدم استقالتي، ولكن باقي فيا الحمد لله عندي الجرأه انني نقول الحقائق. لهذا اليوم بير جديد في خطر، البلديه كتعيش مشاكل كثيره كثيره كثيره، وما غاديش ما نظنش ان البلديه غتخطو شي خطوه للامام بوجود مجلس كهذا وبوجود تقني لليوم هو الامر هو اللي ولا يعني المسير لدواليب هذه البلديه. وتحيه لبعض الاعضاء وبعض النواب اللي الحمد لله كذلك كانوا في الصف المعقول والحق. ولهذا وكنت من هذا المنبر كنقول لان يجب تكون اخلاق وتكون كواحد واحد يعني نوع من الـ يعني الـ الاخلاق الحسنه باش نعرفوا نتواصلوا مع بعضياتنا، لا اغلبيه ولا معارضه. وشكرا. شكرا. خويا المهم حنا الساكنه ديال بير جديد، حنا الساكنه ديال بير جديد عندنا واحد المشكل كنهضر دابا على الفوضى اللي كاينه عندنا بالنسبه للكهرباء. واش الناس دابا كاينه بلاغ الفوطه وجر، وحنا مثلا بانينا خمسة اشهر، حنا بالفعل بانين عشوائيين، ولكن كنجيو للبلديه باش تعطينا الترخيص ما بغاش الرئيس كيمتنع. اذا مثلا مدينه ازمور باعتبارها مسؤوله على الاقليم، كاين شي ناس اللي بناو في نفس الوقت معنا استافدوا من هذا الماء والكهرباء، حنا ما استفدناش. اذا اللي بغينا نوصلوا للناس المسؤولين وهما يحدوا من هذه الفوضى الناس اللي كاين عبلغ البطويات وجر، ولا حنا نسلكوا هذا الطريق بحال كنت حنا غنبلغوا نجروا الضوء وما يمكنش. اذا هذا هو الطلب اللي كنتمنوا من الناس المسؤولين يلتفتوا ليه، يعني يديروا معنا شي حل. حنا راه ما مستافدينش من الماء والكهرباء لمده دابا حنا غاديين في السنه السادسه ما استفدناش من هذا بالربط بالشبكه ديال الماء والكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بغيت نقول هو ان بالنسبه للمجلس البلدي فشخص الرئيس والمكتب المسير ولا كيعيش واحد الوضع كارثي، يعني بحيث غادي انا بلا يعني قبل ما نوصل يعني للمواطنين المشاكل اللي كيعرفوها المواطنين، هناك مشاكل اللي كيعرفوها المستشارين الجماعيين بالبلديه، بحيث ان اي مستشار كاين مشكل سواء شخصي او مع احد الموظفين او احد المواطنين ما بقاش لقى مع من يتحاور، ما بقاش لقى مع من يجلس للطاوله في الغياب تام. واللي كنقول بانه هو يعني بالخصوص اللي غادي نقول ان المجلس البلدي اصبح مجلسا مشلولا ومغلوب على امره، بخصوص انا مستشار دابا لولايه ثانيه، هذه معاناه منذ الولايه السابقه، اذا ابتداء من 2009 لحد الان وحنا كنعيشوا مشاكل جمه، ضعف والهشاشه ديال التسيير بحيث التسيب ديال الموظفين، انا الموظفين ما كيجيوش واللي كيجي كيخلق مشاكل، اضافه ان السيد الرئيس كيعين الناس ببعض المصالح، ناس غير اكفاء، ناس دون المستوى، ناس لا يتوفرون على الاهليه باش يكونوا يعني وكسبيل المثال عندنا التقني البلدي اللي هو رئيس مصلح الذي لا يتوفر على الشهاده التي تثبت انه مهندس، ولا يخفى على احد ما هي الشروط المتوفره في المهندس. يعني اضافه ان بعض يعني الملفات اللي كتبقى عالقه، لكن بعض المواطنين اللي الملف ديالو هنايا في المكتب التقني اللي ما يفوق 3 اشهر، وراسل وعاود راسل ودخلوا مستشارين واتخذت الامور في نقاط نظام وهذا الشيء، وراسلنا الجهات المسؤوله ولكن لا حياه لمن تنادي. عندنا مشكل اللي هو اللي كنعيشوه حاليا ديال الطبيبه اللي فعلا تم الجلب ديالها من احد الجامعات شريطه انها باش تكون مستقره في البير جديد، وبانها باش ان اي جثه خاصها تخرج تخضع باش تعطي رخصه ديال يعني رخصه الدفن، اضافه انها خاصها تخرج يعني تشوف يعني تراقب المحلات اللي واش عندهم يعني سلعه اللي صالحه
الاستهلاك هادشي كلشي ما كاينش. راسلنا المجلس الجهوي للحسابات الولايه السابقه والولايه الحاليه، درنا الشكايه للوكيل العام اللي تم استماع ديالنا من طرف الفرقه الوطنيه للدرك الملكي، ودابا ما يفوق السنه راه باقي داكشي في طي الرفوف. المهم الامور اللي انا اللي بغيت نقول بان المجلس البلدي يعني المسار ديالو الحالي لا يبشر بخير، وانه ما غتكون حتى شي انجازات، وان المواطن راه هو الضحيه في اخر المطاف. اضافه ان كاين هضر المال العام، هو استغلال السيارات ديال المصلحه من طرف يعني ناس اللي ما خاصهمش يستغلوها، وفي اطار ان يعني حتى الغازوال كيدار على النفقه ديال البلديه، ومهم حتى السيوب لا مثيل له. عندنا مشكل عاوز جدا اللي استعصى على المجلس البلدي الحل ديالو هو الكلاب ضال، وبالخصوص يعني بالليل وفي المركز اللي كنقولوا مركز ديال اي مدينه، راه هو المرآة ديال المدينه. انه هو من بعد 11 ليله من المركز ديال البير جديد راه واحد الكارثه لا تتصور، فوق 100 كلب، اضافه ان الكلاب ولات متواجده حتى في بعض المؤسسات اللي منها البلديه والموحد ديال البشويه وامام بعض المؤسسات التعليميه، مما يعرض يعني التلاميذ ويعني حتى شي واحد ما كيخفى عليه ان شي واحد الا عنده كلب راه واحد الفيروس خطير. وهذا هو اللي يمكن نقول لك الساعه. كنشكرك على الكلمه ديالك. هذا طاحك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باسم حزب التقدم والاشتراكيه بمدينة البير جديد، حنا ما عندناش يعني تمثيليه في المجلس البلدي، ومع ذلك كنقوموا بواحد المجهودات يمكن نتمناو انها توصل داكشي اللي بغينا. حنا عندنا مجلس بلدي مشلول في الحقيقه، مشلول اولا فيما يخص السير الاداري. السير الاداري هنايا يعني واقف بطبيعه الحال باستمرار. عندنا كما وسبق شرنا ذلك انه كاين طبيبه معينه هنا بتعيين ماشي بمباراه، كتخلص 2 مليون في الشهر ما كنلقاوهاش موجوده. كاين عندنا رئيس المصالح الاداريه هنا ما موجودش، كيمشي لازمور يعني، وعاد الصباح كيجي وكيدي السياره ديال البلديه اللي هي ملك لينا وملك لجميع المواطنين، بالمازوت ديالها بلوات زيت الى اخره. كاين عندنا اداره كتمشي ما بين 12 و2 كيقول لك مشاو يتغداو، هو التوقيت كاين التوقيت المستمر، ما كنلقاوش اللي كيتلقى المواطنين ويقوم بالمصالح ديالهم. اضيف الى ذلك ان ما عندناش شي مشروع لحد الان، مده ديال الولايتين، الولايه الثانيه حنا طالعين فيها، ما كاينش شي مشروع يدير دخلا على المدينه وينفع يعني في توظيف ابناء المنطقه. كما كيقول الاخوان كاين عندنا السوق الاسبوعي راه غادي يقوموا بالترحيل ديالو بعد التصويت عليه في جلسات سابقه، وبعد تمريره لناس برا على المدينه اللي هما 12 مرات باش غادي يبنيوه، بحيث غادي نوليو حنا هنا. اللي بغى السوق يمشي لحد سوالم، اللي بغى يمشي حيد غير درصه يمشي لحد سوالم، اللي بغى يخدم يمشي حيد سوالم. حنا ولينا دورتوار ديال النوم، بحيث ان السيد الرئيس المجالات اللي كيخدم فيهم هما مجال العقار، بحيث ان كل الاراضي تم الاستيلاء عليها، وبطبيعه الحال القيام ببناء ولا شيء غير البناء، حتى ان هذا لي لوتيسمون اللي كيداروا ما كيطرعش فيهم يعني واحد المصالح اللي هي غتفيد السكان، باستثناء المسجد. علاش؟ لان المسجد كيبنيوه المحسنين، البلديه ما باغاش تقوم بالدور ديالها فيما يخص بناء مستوصفات او مدارس. المدارس اللي كاينين دابا راهم ما كافيش ما دام انه كاين واحد الانتشار سكاني مهول. هذا كله يعني في غياب الرئيس اللي لحينا عده مرات على انه غايب باستمرار، وكما كنسولو فيما كنسولو كيقول لك عنده شهاده طبيه. كنتسالو واش هاد الشهاده الطبيه هي شهادات بالفعل شهادات حقيقيه، او لا يمكن نعتبروها مزوره، مادام ان الرئيس كنشوفوه كيدور هنا ولكن ما كيحضرش المجال الاجتماعات ديال المجلس البلدي. في غياب كل هذا كاينه فوضى عارمه، وبطبيعه الحال كاين وقف يعني مستمر لاي مشروع يدير على المدينه اي دخل.
نتمنوا انه هذه المناسبه تكون صوت لجميع السكان ديال بير جديد باش تقوم الناس المسؤولين بالدور ديالهم. وشكرا. السلام عليكم. عرفت قاعد الاجتماعات البلديه اليوم انعقد الدوره العاديه ديال شهر فبراير جدول الاعمال والنقاط اللي كانت مدرجه في جدول الاعمال هي 6 نقاط: مصادقه على الاعتمادات الملغاه الميزانيه ديال التجهيز برقم 2016، برمجه الفائض الحقيقي لسنه 2016 والمصادقه عليه، مصادقه على اتفاقات الشراكه عدد 17/2016 حول تهيئه حي الوطا ودرب الشيشان يعني مؤخرا اللي عطاو السميه ديال حي الاشراف، مصادقة على اتفاقية شراكة حول إحداث مسجد وتهيئة المحيط ديالو بين جمعية الإمام مالك، زادت واحد الجمعية أخرى هي الجمعية ديال شباب الخير يعني شباب الخير وجماعة بير جديد، وإحداث اللجنة المحلية التشاركية للحوار والتشاور، وإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الناس. إذن هاد النقاط الستة نبداو المناقشة ديالهم. كان في البداية واحد الجو شوية مشحون، ولكن سعة الصدر ديال غالبية الأعضاء ديال المجلس بالتعاون مع السلطة والفليزو تم التغلب على هذا المشكل، وفي الأخير تمكن الجمع ديال الأعضاء جميع الأعضاء بالمصادقة والتصويت بالإجماع على جميع النقاط. شكرا.